بسم الله الرحمن الرحيم. عند موضوع السلندر كولومز أو اللي هو الفصل الرابع، مقدمة عن تعريف الأعمدة النحيفة أو الطويلة، مرات بعض الكتب تسميها لون كولوم، بعض الكتب تسميها سلندر كولوم. التعريف الأساسي أنه كروس سكشن دايمنشن، أبعاد المقطع الأرضي صغيرة مقارنة مع طول الكولوم. وعندنا تعريف آخر اللي هو ديجري أوف سلندرنس أو درجة النحافة، أو مرات يطلقون عليها سلندر ريشيو أو نسبة النحافة، اللي هي L على R الاير، طول العمود الغير مسند unsupported length of the member، و R اللي هي radius of gyration أو بالعربي يسموها القطر التدويمي. اللي مر عليكم ميكانيك صف أول بالستاتيك، اللي هي تساوي equal تحت الجذر I على أي اللي هي مومنت اوف انيرشيا المقطع على الكروس سكشن اريا للمقطع. هذا في المقدمة بسيطة على انه شلون نسبة النحافة او تعريف السلندر منبر او الكولوم النحيف. عندنا هنا فقرة كونستركت تركلي لودد كولومز، العمدة المحملة مركزيا أو ما يطلق عليها معادلة أويلر، أويلر فورملا، المعادلة كلاسيكية للديفلكتد شيب أو الكريتيكال لود بي سي، معناتها كريتيكال لود اللي لح يفشل به العمود إذا كان عليه قوة مركزية مسلطة على الأعمدة النحيفة أو السلندر كولومز. آية العالم أويلر وضعها، آية عندنا سلندر نيس ريشيو، قلنا سابقا قلنا L over R، أويلر ضاف لها فاكتر سمى K، أحول إلى K في L over R. وهي المعادلة 10:1 المعادلة العامة للكريتيكال لود اللي ممكن عند الكولوم يفشل، اللي تساوي بايتر بي اي اي على الطول الفعال كي ال المقصود بها effective length اللي هي الفاكتور كي استمر عليه في طول الكولوم تحت التربيع، عفوا تربيع. عندنا بهذا الشكل انواع شلون نحسب قيمة K أو ثابت K، ماذا ما عليكم أو يمر بالمقاومة المواد أو التحليلات الهندسية. إذا كان ال K يعتمد على نوع الإسناد بنهايتي العمود الأعلى والأسفل، فإذا كان الإسناد هنج من الطرفين يكون K يساوي 1، بعبارة أخرى الطول الفعال هو effective length K في L يساوي الطول نفسه. نوعية أخرى من الإسناد الحالة B، إذا كان الإسناد من الطرفين فيكس يكون الطول الفعال اللي هو يتعرض للبكلينج أو الديفليكشن الجانبي يكون نصف الطول، يعني النصف الوسطي، فكي L يساوي L over 2 أو الإفكتيف لينث يساوي L over 2. حالة أخرى إذا كان الكولوم مستند على 2 بيم على الأسفل يكون الكي العفو محصورة قيمته بين النصف والواحد. وعندنا حالات أخرى، مثلا عندنا حالة فيكس من الأسفل ومن الأعلى فري، الكولوم معرض إلى قوة خارجية مسلطة أو قوة محورية، يكون الكي هنا عندنا 2 يعني ضعف الطول على اعتبار أنه التشوه يأخذ نقطة خيالية للمناظرة، فيكون الكي
في 2 اللي هو يكون الطول في 2 الطول الفعال او الافكتيف لينث. حالة اخرى اذا كان فيكس من على الرولر يكون الكيس او كذلك 1 هو منحني التشوه ويرسم منحني خيالي يكمل التشوه. ونوعية اخرى كذلك من الاسنان اذا كان من الاسفل مستند على بيمة هنج ومن الاعلى على بيمة متحرك يكون الكي محصور بين 1 الى ما لا نهاية. هاي قيم عامة، احنا فكرة عامة عن قيمة كي او الافكتيف لينث اللي هو كي في ال المطلق الماء يطلق على الافكتيف لينث او الطول الفعال اللي هو عبارة عن منطقة اللي تعرض للتقوس او الانبعاج او البقلينج من العامون نتيجة تسليط قوة محورية اللي هي بي سي اللي احنا نحسبها الى كريتيكال لود فيلر. انا ماخذ ماخذين نموذج نوعية الفشل بالأعمدة اللي هو عبارة عن انه مثلا عندنا الاستيسيتي او سترين والقوة كل ما سلط قوة على الكولوم يزداد انفعال العمود الى حد معين يصل لمرحلة الفشل. هنا عندنا من حين الاخر اللي هو الاكس اكسس السلندر نيس ريشيو اللي هي كي ال على ار وقوة الفشل كل ما تزداد هاي النسبة نسبة النحافة اللي هي كي ال على ار راح يتناقص قوة الفشل. من عملية منطقية كل ما يزداد طول الكولوم راح قوة الفشل اللي يفشل بها العمود تكون اصغر، والعكس صحيح اللي كل ما يكون العمود اقصر يكون قوة الفشل اعلى. فلذلك وضعوا حد بين نوعية الفشل هذا الحد الفاصل اللي هو الليمت اللي اقل منها اقل من هاي نسبة النحافة يكون كراشنج او سحق للكونكريت اللي اكثر شيوعا اللي هي بالشورت كولوم الشابتر السابق اللي مر علينا. وبعد هذا الحد اللي هي السلندر كولوم او اللي تحصل بها باكلينج او انبعاج جانبي للعمود. واذا الريشيو هنا اصبح تعريفه ريشيو اوف ستيفنس نسبة الصلابة بالعربي اللي هي اي على ال للكولوم تو سميشن الى مجموع لل سترين ممبرز او الاضلاع المقيدة متصلة مع بعضها. بالامثلة توضح شلون تحسب هاي النسبة. نحن نستعمل جدول خاص لحساب قيمة الكي او الفاكتور السلندرنس ريشيو. عندنا الفقرة الاخرى اي سي اي كرايتيريا فور سلندرنس افكتيف ان كولوم. معايير الاي سي اي كود احنا نمشي على الاي سي اي كود الامريكان كونكريت انستيتيوت كود. فتأثيرات النحافة شلون نحدد الكود الامريكي للمواصفات الكونكريتية. فعندنا هذا كود بروفيجنز ار فولوز احكام الكود تكون كالاتي. عندنا حالتين أساسية يقول for compression members الأضلاع المعرضة للانضغاط اللي هي الكولوم بهاي الحالة pressed against sides way مستندة ضد الإزاحة الجانبية أو non sway structure، يعني هذا إنه الهيكل ما بي سماح للديفلكشن الجانبي. فهتكون the effective of cylinders maybe neglect ممكن نهملها اذا النسبة اللي هي KLU على R اللي هي K قلنا if a cylinder factor LU الطول الفعال او الطول الصافي clear spawn على R هاي النسبة نسبة النحافة او cylinderness ratio اذا تكون اقل او يساوي هذا المقدار اللي هو 34 زائد 12 M1 على M2. وأن أكو
مقارنة أخرى لـ KLU على R تكون أقل أو يساوي 40. إذا تحققت هاي القيم، يعني هاي العلاقة تحققت أقل أو يساوي نسبة النحافة من هذا المقدار، نحتهم نسبة النحافة ويصمم الكولوم على أساس شورت كولوم. هاي النقطة الأساسية بتشيك إنه العمود قصير أو العمود طويل أو نحيف سلندر كولوم. أعدى هاي القيمة، واحد يقول ليش هاي القيمتين؟ بهاي العلاقة إنه الـ M1 والـ M2 هسه توضح بالأمثلة، إنه هنا هو موضحها. M1 is the smallest factor and moment، أصغر عزم فاكتور بنهاية الكومبريشن بار، والـ M2 أكبر عزم بالنهاية الأخرى للكولوم. والنسبة M1 على M2 لها إشارات كذلك. إذا is negative if the member is bent in single curvature، إذا كان تقوس العمود مفرد يكون هاي النسبة M1 على M2 تكون سالب الإشارة، وتكون positive إذا كان البنت أو الانحناء مال الكولوم يكون دبل كيرفتشرز أو تقوس مزدوج. نرجع للأشكال الفشل، هنا مثلا عندنا على single curvature أو تقوس مفرد، هذا كذلك تقوس مفرد، هذا كذلك تقوس مفرد، هنا بعض الأعمدة هذا يكون تقوس مزدوج يعني شد ثم ضغط وكذا. فإذا كان التقوس مفرد يكون إشارة نسبة الـ M1 على M2 بتكون نيجاتيف، وإذا كانت التقوس مزدوج يكون الإشارة بوزيتيف أو القيمة موجبة لهاي النسبة. مرات هاي القيم ما موجودة للعزوم، فتستعمل العلاقة الثانية لتشيك إنه العمود يصمم نحيف أو قصير، يعني شورت أو سلندر. هاي إذا ما متوفر العزوم بالحسابات فيمكن تستعمل العلاقة الثانية. هاي النقطة الأولى لحالة البريست أجينست سايد سوي أو المستدى أو عدم السماح بالحركة الجانبية. النقطة الأخرى أو الكرايتيريا الآخر، الأضلاع المرض الضغط not pressed against sideway، يعني مسموح بالحركة. هاي النوع الثاني مش هتكون أضعف من النوع الأول، تكون المقارنة أو نسبة التشيك أو تأثير النحافة ممكن أن تهمل إذا حصلت النسبة KLU على R أقل أو يساوي 22. يعني إذا كانت النسبة أقل من 22 تهمل أو تصمم الكولوم شورت كولوم مثل الحالة السابقة. إذا كانت أقل هاي النسبة أو نسبة هاي أقل تصمم أساس شورت كولوم. إذا تطلع أكبر من 22 لا، تذهب إلى سلندر نيس وضخم العزوم وبالتالي تصمم الكولوم على أساس سلندر كولومز. هنا مضى لك الرموز الـ K is the effective length كفاكتورز، معامل الطول الفعال. الـ LU is the unsupported length taken as a clear distance، مسافة صافية، يعني معناتها من أسفل جذور الجسور العفو أو البيمز الأرضية أو من السلاب إذا ماكو جسور، between floor beams or slab، وهي توضح إن شاء الله بالأمثلة أكثر. والـ M1 والـ M2 وضحناها. عندنا الـ R اللي هو الـ radius أو الـ gyration أو المقام بين العلاقة أو الـ criteria. الـ R حالة الـ rectangular أو الـ square columns، يعني الـ square هو عبارة عن حالة خاصة من الـ rectangular، تكون القيمة يساوي 0.3 VH اللي هو أكبر ارتفاع من مقطع الكولوم أو أكبر قيمة، where H is the overall cross-section dimension. بالنسبة للcircular members الـ R يساوي 0.25 في الدايمتر مقتل البيم. هاي بالنسبة للكرايتيريا مقتل أو معايير slenderness effects in column. إذا كانت أقل من هاي النسب تهمل نسبة النحافة ويصمم الكولوم بالحالتين على أساس short column، وإذا كانت أكبر من هذه القيم الأولى حالتين أو علاقتين والثانية لقد تصمم الكولوم على أساس سلندرنيس أو
عمود نحيف.